استديوهات بسم الله الرحمن حاط قلبك والمستاهل الحمد لك حمد كثير عن طيب يا ذو الجلال يقول يحيى بن طحيش الدمع في خد نزل من فرحتي يرسم تعابير الامل والابتهال الشكر لك يا الله يا منعم علي بالابطال لم يا الامير الغالي وعلي اخوها راسما مليون مبروك النجاح يا فخر ابوكم والامل كل انجال اول وحققتم منايا والمنال ارفع بكم راسي واخوف ابيات شعري والجمل واليوم بتغزل بحد الشعر وصيغ المقال يا اغلى من الدنيا وزينه قلب ابوكم والحلل هذا نجاح قلب التميز فرحنا للاحتفال مبروك تفوقكم ومبروك ريدكم قال المثل الابن مراه والده يعكس صفاته والخصال الفضل لله لهم الكثير من الفضل نبع الحنان اللي تعبت سنين وفعلها مضرب مثال وساندتني بالدراسة بالكلام وبالفعل هذه الحقيقة والحقيقة قالها ذي بالرجال نعم السند إن انت خرجت وتحقق للأمل من جامعة عبد العزيز تخرجت وطاب المنال أمي سعادتكم وفكري في رضاكم ما غفل يا فلساني جراحي ويا نور عين أبوكم الظلال ما شفتكم أنسى معانة المفارق والملل وأصبحتنا في حبكم مدمن وفرقتكم محال يا زوجتي يا ساكنة في وسط عيوني والمقل الغالي يا فداك روحي وقلبي لو أمرك محال يا روحي يا نبض المشاعر ضلوي نفحة الغزل يا مصدر الهاني وإحساسي حالاتك والجمال من أجلكم أحيا موت الروح أقطعها وصلوا حملوني في رضاكم والسعادة للجبال راحتي هم بهجتي هم مرشدي خير العمل هم عزتي هم قوتي بلهم جوابي والسؤال هم كل شي عندي ولا لي في محبتهم بدل من غيرهم للعيش ولا دنيا قدس ولي ريال هم نور من نورك ونور في طب قلبي والهلال يا رب تحفظهم وتصلحهم وترزقهم حلال اختم بذكر احمدنا صوت المؤذن قد سجل منذ ظهر لليوم دين الحق واذن له بلال منذ